نعمل التول بتاعت فلاش مع بعض. هناخد دلوقتي اللاسو تول. اللاسو تول تول بيشتغل زي السليكشن شويه. اللاسو تول بتشتغل ان انت تكليك في مكان وتدراج وتوصل النقطتين ببعض، ومجرد ما الاثنين ما بيوصلوا لبعض بيحصل سليكشن في الجزء اللي مرسوم. اللاسو تول زي ما قلت لكم بتشتغل زي السليكشن، بتمشي على الفيل وبتمشي على ستروك. ندوس كنترول وزد نرجع في اللي بنعمله واوريك مود تاني للاسو تول. لو انت بتكليك على اي تول احنا اتفقنا قبل كده ان الاوبشن بتاعتها بيظهر في الجزء ده. في الجزء اللي هو متعلم ده شبه حرف اله شويه، بوليجنال مود. البوليجنال مود بيشتغل اقرب لللاين تول، يعني هو بيشتغل سيليكشن، بس لما بيعمل سيليكشن ممكن يخليك تعمل سيليكشن في شكل خطوط. تعالوا نبص عليه، كليك عليه تمام، كليك تاني، كليك تاني. لما بتكليك في مكان تمام بيعمل بيبتدي منه نقطة جديدة، ولما بتوصل النقط ببعض بيوصل يعني بيختص الشيب اللي انت عامله. يعني انا دلوقتي عملت شيب منحرف تمام من شيب كانت موجودة عندي. اللاسو تول هتحتاجها وانت بترسم لان هي مهمه جدا. وهنبص على تول ثانيه اللي هي الاي دروبر. الاي دروبر اللي هي ازازه القطره او القطاره. القطاره اهي اخر واحده على الشمال من تحت في التولز. نسلكت الاي دروب او الاي دروبر ونروح نبص بيها على الشيب ونشوف هي بتعمل ايه. الاي دروب بتاخد سامبل من الجزء اللي تحتها. يعني لو انت فرض ان عندك درجتين من لون، طب هوريك حاجه الاول عشان تعرف بيها انا قصدي ايه. لو انا عملت كليك على الالوان كده، بص لو بصيت على الالوان هتلاقي ان احنا عندنا ازرق وازرق 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 ازرق. كل الدرجات دي من الازرق. لو انا اخترت الدرجه دي والدرجه دي انا ما اقدرش افرق ما بينهم الا لو كنت عارف الرقم بتاعهم. زي ما انت شايف في الرقم ده اللي هو الهكس ديسيمال فاليو، هنشرح الفاليوز دي بعدين. بس كل رقم في الكمبيوتر بيتعبر عنه عن طريق رقم تمام. الكالر ده كمان مش كالر وبس، لا ده احنا ممكن نعدل الالفا بتاعته، يعني درجة ماذا يكون ان هو خفيف او تقيل. الالفا بتزود الابيض او بتزود الشفافية. فاحنا مثلا ممكن نتخيل لون زي ده لما نعدل الالفا بتاعته هيبقى لون تاني خالص، لان هو درجة الابيض اللي عليه او درجة الترانسبيرنت اللي عليه، مش الابيض، الشفافية اللي هتضاف له هتغير لونه، هيبقى لون باهت. طيب هنيجي للاي دروب وهوريكم سامبل هي بتشتغل ازاي. نرجع تاني للاي دروب تمام، نسلكت مكان. بمجرد ما بنكليك في مكان هنلاقي ان الاي دروب الايكون بتاعها ما بيبقاش اي دروب وبس، بيبقى اي دروب ومعاه برش. لكن لما بنيجي عند الستروك البرش بتتحول لقلم. الاي دروب بتشتغل كده، ان انت تاخد سامبل من مكان، بمجرد ما اخدت السامبل بتاعك ظهرت العلامه بتاعت اللوك اللي انت شايفها دي او الاف، ولما بتيجي في مكان تاني بيغير لك الشيب بتاع اللوك ده تمام لشكل الباكيت اللي هو ده الباكيت وده الانك. بص كليك اللونين اتغيروا مع بعض، يعني نفس اللون ده بقى هو اللون ده. طب ده واحنا بنغير فيل، واحنا بنغير ستروك هنيجي على ستروك ناخد منه سامبل مثلا التوبي ده، هناخد سامبل منه، خدنا سامبل ونروح على الاسود نغير لونه نخليه توبي. هنبص المره الجايه على شويه تانيين في الالوان.
لان احنا زي ما احنا عارفين في الوان هنا وفي الوان هنا وفي الوان في مكان تاني هنا في البين دي، ده اسمه الكولر ميكسر. الكولر ميكسر هنشرحه بالتفاصيل دلوقتي لان هو تفاصيله كتير شويه.